ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة. تعالوا بينا نبص على العيش اللي عملناه، حطينا عليه بقى الريحان والبقدونس والحاجات الحلوة. بسم الله طبعا ده عشان التفاعل بتاع الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين ازاي جميل جدا المخبوزات في البيت رائعة. تعالوا بس ايه ناخد الجلافز التاني كده. بسم الله نطلعه مع بعض عشان ايه ونقفل الفرن ونجهز بقى للوصفة اللي جاية. اوري بس حضراتكم ايه شكله. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين بقى ايه يعني هنقدر نشيله كده. واو ما شاء الله. واو الله حلوة قوي. شايفين الجمال. شيل بقى دي. الله روعة. يعني ريحته كفاية الحقيقة بجد. يعني جربوه ان شاء الله هيعجب حضرتك. هنعمل دلوقتي مخبوزات جميلة جدا. ممكن نودي ده بقى هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. ويلا بينا نبدا بقى في وصفه جديده. وصفه لطيفه جدا نستخدم فيها سوسيس، ممكن الميني الصغير، بس انا النهارده عاملاها زي الشوريك. عارفين الشوريك لما بنحشيه عجوه ويتعمل زي الترس كده، انا هعمل النهارده كده بس في المخبوزات اللي بالسوسيس. طيب عندي بيضه للعجين، وعندي معلقتين من السكر، وعندي كوبايه الا ربع من اللبن، معلقه خميره فوريه كبيره، كوبايه وربع من الدقيق، رشه ملح، ومعلقتين بس من الزبده. طيب الحشو عندي سوسيس وهحط معاه شويه مايونيز. حلو الكلام. الوش ممكن سمسم، وممكن بقدونس، وممكن اي حاجه حضراتكم حابينها. هني بس كده ايه اخد شويه من المايونيز علشان هحتاجهم معايا وقت الحشو. طيب تعالوا بقى. بسم الله هاخد كده اول حاجه بوله صغننه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط الاول البيضه، هحط معاها اللبن. خلينا نضرب دول الاول كده مع بعض مع رشه ملح كده. وتعالوا ايه نخلط بالويسك. بسم الله قبل ما نحطه في الخلاط او في العجان يعني. معلقه السكر والخميره. دي حطينا كان المفروض عليه رشه الملح. بصوا كده بس احنا حطيناها خلاص في الخليط ده. يلا بينا الاول هناخد الخليط السائل وهناخد الخليط الجاف. هحط الاول الخليط السائل. بسم الله الرحمن الرحيم. نضيف عليه الخليط الجاف ونشوف لو احتاجنا دي. انا مش بحط دايما كل كميه دي، دايما احط اقل ربع كوبايه تلت كوبايه عشان لو احتجت ازود على حسب نوع الدقيق. هاخد هنا ادي المايونيز وعندي معلقتين الزبده. هاخد بقى ازود الدقيق زي ما انا عايزه كده. اوكي ربع كوبايه.
بس على العجين كده. عجينه حلوه جدا 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 اهي. خليني بقى اخدها واروح كده هنا، هاخد معاها ممكن شويه الزبده دول. بصوا هاخد كده مكعب زبده من ده، ادي معلقه وادي المعلقه الثانيه اللي قلنا بالزبده اللي احنا عايزين ايه نضيفها للعجين عشان تبقى جميله. دول المعلقتين اللي كانوا فاضلين، خلاص هما دول بقى اللي هيمسكوا معايا الايه العجينه الحلوه دي. بصوا كده هفضل كده لحد ما تبقى ملساء، مش هيتبقى فيها ولا حاجه من اللي على الكاونتر دي هتتبقى معايا خالص وانا بعجن. خلاص كده كده حبه حلوين بالزبده طبعا عشان حراره ايدي. بصوا بقى انواع الدقيق زي ما احنا متفقين بتفرق شويه، فانا ممكن الدقيق بتاعي ياخد مني كوبايه وكوبايتين الا ربع، كوبايه ونص مع حضرتك لو في نوع معين. انا بالنسبه لي يعني ايه الزياده معلقتين لحد نص كوبايه ده شيء طبيعي ومعدل طبيعي جدا. هاخد بقى انا كل ده وهنضف الكاونتر حالا. كمان الزبده بتديها طراوه للعجينه دي قوي، اللي مش عايزه يضيف زبده ما يضيفش، بس هي بتدي نكهه حلوه للايه للمعجنات دي يعني. بصوا كده اهو شايفين. ها شايفين ازاي؟ ايوه اهو خلاص انا كده العجينه بقت ممتازه. شايفين حضراتكم العجينه عامله ازاي؟ روعه. شايفين اهي ما بتلزقش وده الاهم. هنسيبها بقى تخمر شويه، هتاخد ساعه لو هي على الحبه الصغيرين دول، نص ساعه كفايه. وبعدين ممكن يبقى عندي شويه هنا خمرانين. بصوا بقى هاخد كده هاخد من العجين ده اللي خمر بعد ما عدى بقى الوقت بتاعه نص ساعة والساعة اهو. بصوا بقى هاخد حتة حتة من العجين وهفردها اهي كور صغيرة، لازم اقعد اعمل الكور. بصوا المها الاول كده وبعدين كده من دول كده خلاص اكورهم واسيبهم يرتاحوا قبل ما اشتغل فيهم. وبعدين هاخد شوية دقيق انا لسه حطاه حل اهو. بصوا كده هنفردها فردة حلوة وهعملها زي ما بنعمل او هنعمل الشوري نفس الفكرة، بس بدل ما هي محشية عجوة هحشيها بالسوسيس. لما بحط مايونيز بحطه وده اختياري ما هوش اجباري، ممكن تحطه اي جبنه كريمي تدي طعم، مش شرط ممكن تحطه جبنه اللي بتتلف بتاعه البرجر هتبقى حلوه جدا برده. تدي طعم معاها لما تدخل الفرن وتسيح بتدي طعم حلو. مايونيز بس بيدي طراوه للعجينه من جوه فبيدي تيست كمان للايه لل كده على مردنه. اطفال كمان بتحب السوسيس ممكن تحطه كاتشب على فكره، يعني مش شرط مايونيز. كده طبعا برضو هتدخل على فرن 180. بصوا بقى هفرد كويس اوكي تقلقوش، اصل دي اخر مرحله في الايه في المعجنات الحلوه دي. ناخد كده وعلى حسب طول السوسيس، في بيحبوا يعملوه صغير يعني هوريكم فكره بين الاثنين، حضراتكم اختاروا لي نسبكم. بصوا
بصوا بقى. لا خالص. بصوا هاخد كده مايونيز والصوصي هي خلاص، وهعمل كده وهقص. انا مش محتاجه الزياده خلاص. هقفل من هنا كده، شايفين حضراتكم، وهشيل الزياده. زي ما انتم شايفين كده، وبعدين هعمل كده ده شكلها على صاج مدهون نقطة زيت. بسم الله. وممكن على ورقة زبدة كمان بالفرشة، طالما الصاج نفسه يعني ما بيتعرضش ليه انه بيلزق يبقى خلاص. هاخد كده بس منديل امسح لو في زيادة بسيطة، بس كده خفيف على خفيف خلاص. وابدأ احط الوحدات الحلوة دي اهو، شايفين شكلها عاملة زي الترس كده. هي دي الفكرة. في ممكن نعمل فكرة تانية، طبعا احنا هندهن بقى الوش ده او هنرش عليه السمسم. طبعا ممكن بقى ندهن ببياض بيضة او بمية عادي جدا، يعني لو عندي شوية مية خليني اخد كده ايه الفرشة دي، لو عندي حتى شوية مية عادية. بصوا شكلهم حلو ازاي، بدهن العجين اهو اهو، شوية مية عادية خالص بسيطة قوي، بحط عليهم السمسم تمام كده، شايفين ازاي. بس ممكن بقى نيجي نعمل واحدة تانية. الولاد ساعات بيحبوه صغير، عارفين زي كعب الغزال، نفس الفكرة برضو. ممكن ما نعملوش الشكل ده ونعمل وحدات صغير، شوفوا بيتباع برة وبنشتريه من مخبوزات، بس احنا نقدر نعمله في البيت وسهل، بيبقى برضو لطيف والشكل اللي يناسب حضراتكم. يعني عايزين صغير، عايزين تقطعوه كده شكله حلو، بصوا منظره جميل ازاي مختلف اهو. وادي هناخد واحده تانية من السوسيس بعد ما هنعمل برضو المايونيز او الكاتشب او الجبنه اللي انتوا حابينها. هنحط السوسي هيا، هنرول وهنشيل الزياده وهنشيل من هنا كمان ومن هنا. العجين ده بيرجع يتلم تاني، بسيبه شويه ربع ساعه يرتاح وارجع اقطعه. انا عملت دي شكل الترس، بصوا بقى دي ممكن تتعمل كده تبقى كده، شايفين ازاي، زي فكره كعب الغزال، بس بدل ما هي محشيه بالعجوه هتبقى محشيه بالسوسيس. ودي وحدات كده لقيمات صغيره، بصوا جمالها ظريفه جدا اهي. وبرده الفرشه ببل، بس الفرشه شويه ميه بسيط وبعد على الوش، مش شرط بيض. الناس اللي ما بتحبش الزفاره ممكن بقى يبقى بيض، ممكن تبقى معلقه عسل متخففه، شويه سمسم. بصوا جميله قوي، ممكن يبقى زعتر، يبقى حبة البركة، يبقى أي حاجة حضراتكم تحبوها. الزعتر كمان معاه بيبقى طعمه حلو قوي. بصوا كمان جميلة ازاي، فكرتها حلوة وسهلة والولاد بيحبوها، وحاجات بسيطة في البيت بنقدر نعملها بسهولة جدا. وزي ما قلت لكم العجينة اللي بتتبقى اللي أنا قطعت منها، بصوا لازم ألمها كده، لو جيت أفردها في ساعتها مش هتتفرد، فما تتضايقوش سيبوها الأول ترتاح. تعالوا نعمل ترس كمان، ترس كمان كده لطيف عشان نبقى إيه
ده ترس اخير. ناخد كده نقطه بسيطه من الدقيق اهو، ون ايه بسم الله، ونفرد كده. ان شاء الله بقى نعمل الولاد قبل ان شاء الله الدراسه، نعمل لهم بقى الوصفات اللي بيحبوها، تقدروا بقى تعملوا الحاجات دي في البيت. الحاجات دي بقى بجد جميله مش مكلفه. فكره الوقت، نعمل كميه وتقدروا تحتفظوا بيها في الفريزر، مش هتقول لا. شايفين اهو، يلا ناخد بقى واحده من السوسيس، حطوا بقى كاتشب، حطوا جبنه اللي هي بتاعه البرجر تبقى رائعه. اي حاجه مناسبه للاكلات اللي بيحبوها الولاد واحنا اللي عاملينها في البيت وجميله. ويا سلام بقى لو انتوا اللي عاملين مايونيز كمان في البيت، ومايونيز يبقى من غير ايه، من غير بيض، والاصلي بتاع البيض هنعمله مره مع بعض. ولو ان انا عارفه ان في ناس كتير بتستسهل تقول انا اشتري احسن، بس والله طعمه مختلف وحاجه صحيه. اهو قفلنا، بنقطع بس الحروف الزياده اهو، وبعدين اعمل كده كده اهو اهو. شايفين حضراتكم ادي ترس كمان. وهناخد الدهنه عليها ميه، ينفع معلقه عسل اسود متخففه بمثلا معلقتين او ثلاثه ميه اهو. شايفين خلاص، خلي دول لازقين في بعض حلوين، ونحط عليهم رشه السمسم او حبه البركه او الزعتر او الريحان الجاف اللي يريح حضراتكم اهو. وتدخل فرن على حراره 180 على الشبكه في نص، تطلع زي ما حضراتكم شايفينها اهي. هتاخد حوالي 25 دقيقه على حسب الايه درجه حراره الفرن. انا بشغل فرن مروحه، مش هتحتاجوا فوق ده الا لو هي استوت من تحت. شايفين جميله ازاي وخفيفه وحلوه ومغذيه، وتنفع على فكره في النادي، تنفع في اي وقت في التمرين، حاجات مع الولاد. عايزين بقى تحشوا منها العجينه دي حلو، اعملوا اللي انتوا عاوزينه. ممكن شوكولاته خام، شوكولاته قابله للده، اعملوا اللي انتوا عايزينه. طبعا يعني الوقت بيعدي مع حضراتكم طبعا بسرعه. في فقره المطبخ، اتمنى يا رب النهارده تكون وصفات عجبتكم. عملنا مخبوزات بسيط، عملنا العيش البيت، حطينا عليه بيض جميل، وعملنا كده مجموعه اجبان. بواقي الحاجات اللي في الثلاجه عملنا بيها البيتزا اللي حضراتكم شايفينها دي بالجبنه الموتزاريلا السايحه. عملنا الخبز اللي بالزعتر، طلعت منه بالزعتر وبالثوم وزيت الزيتون على الوش زي ما حضرتك شفتوه، وخبزناه مع بعض هنا. وفي واحد تاني معمول اللي هو كان على وشه شويه من الشيدر والموتزاريلا والزيتون لو حابينه شبه البيتزا يعني. وعملنا كمان المخبوزات اللي هي المخبوزات اللي بالسوسيس، اللي حشينا فيها سوسيس بالشكل حضراتكم شايفينه كده، شكل الترس الجميل ده. اتمنى يا رب تنول اعجاب حضراتكم، تجربوها وتقولي رايكم فيها، تبعتوا لنا التطبيقات عشان نعرضها معانا.